بالليل عماله افهمك واشرح لك واحل لك في اختبارات. النهارده جاي لي بالطقم اللي يقرب ده، فين الطقم بتاع الانترفيو؟ عارف لو الواد اترفض من الانترفيو دوت هيبقى طب في رقبتك وهتشوف. معلش، هو انا لو كنت روحت وغيرت زي ما انت بتقولي كان زمان هتاخر عليكي، وانت عارفه ان الناس هنا اهم حاجه عندهم المواعيد. انا كان عندي ان انت ما تجيش احسن، ولا انك تيجي بالمنظر اللي يقرب ده؟ بالعكس، انا شايف ان كده افضل عشان يقولوا عليا ان انا انسان شغال وعملي. انت عارفه ان الناس هنا اهم حاجه عندهم فلوس 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 فلوس. بس اسكت عشان انت كلامك بيعلي لي ضغط. بس بقى انتوا بقى مستر قدري، محمد قدري اند هيز فاميلي، اتفضل. مستر قدري، مستر حاج عبد الغفور. يلا بعد اذنكم، دي مقابله شخصيه، فاللي ملوش لازمه يتفضل يستنى بره. هو والده من رشلي؟ لا اصلا حضرتك فاهم غلط، انا مستر محمد قدري ابو الولد. حضرتك خدت الابلكيشن بتاع الانترفيو؟ اكيد انتوا عارفين انكم لو اتقبلتوا هتبقوا جزء من اسره المدرسه، ولو ما اتقبلتوش مفيش استرداد للمبلغ. هو حضرتك جت تقولي كده بعد ما دفعنا 1500 جنيه؟ طب ما حضرتك ماضي على الكلام ده في الاقرار بتاع الابلكيشن. وبعد اذنكم خلونا نبدا الانترفيو عشان لسه في ناس كتير بعدكم. اتفضلي. بليز انتروديوس يور سيلف. ماي نيم از، بعد اذنك، دورك لسه ما جاش. ماي نيم از محمد قدري. I am 32 years old. I am civil engineering. ممكن توريني ايدك؟ لا، ايدك التانية. بقول لك وريني ايدك. ايه ده؟ انا عايز افهم. برشام؟ يا انت بتبرشم؟ حضرتك المفروض ان الاب بيكون قدوه لاولاده. طبعا انت قدوه. انت وحضرتك بتكلميني كده ليه؟ هو انا مرش على وشي كمون؟ كمون؟ انا اسفه، ابنكم مرفوض. احسن الله. حضرتك فاهمه غلط، هو بس في بعض الافعال البسيطه بينساها، وبعدين هو مجال شغله يعني بعيد خالص عن الانجليزي فنسيه. واحنا عارفين ان نظام المدرسه اللي انتوا مش بتحبوا يعني ان الابوين يتدخلوا في الانترفيو مع الاطفال. انا كان عندي انه يقول انه ما يعرفش احسن من اللي هو عمله ده. احنا بنعلم وبنربي في المدارس وانتوا بتبوظوا في البيوت. والله العظيم كلام حضرتك ده على راسي، بس انت عارفه ان هم الرجاله بيبقوا مشغولين في الشغل، واحنا اللي بنقعد مع الاولاد وبنذاكر لهم وبنعلمهم. وبعدين انت ممكن تسالي دودي على فكره تلاقيه لبلب معاكي، او حتى ممكن تساليني. ماي نيم از هاجر مصطفى، اي ام 30 ييرز اولد، اي ام دكتور. هاو ديد يو نو اباوت اور سكول؟ اول ماي فريندز تشيلدرن ان ذيس سكول. وير دو يو ليف؟ الاهرام جاردن. بس دي منطقه بعيده قوي عن المدرسه، بلس ان الباص اصلا مش بيروح هناك. انا بقترح ان حضرتك تشوفي مدرسه تانية تكون قريبه لابنك، وانا اسفه ابنكم مرفوض. سلام عليكم. حضرتك بصي، انا شغلي قريب من هنا، فممكن كل يوم اجيبه وانا جايه واعدي في ميعاد الانصراف اخده، واوعدك مش هيتاخر ولا هيغيب ولا يوم. طيب انا ممكن اقدم لك حل اساعدك بيه، احنا ممكن نخلي الباص يروح له مخصوص، بس في الحاله دي المبلغ هيزيد 1000 جنيه شهريا. الكلام ده حضرتك كتير قوي. لا موافقين. مستر محمد، ممكن تقولي رينج الوقت اللي حضرتك بتقضيه مع ابنك بيكون كم ساعة في اليوم؟ والله في الحقيقة أنا ما بلحقش أقعد مع الولد كتير، بخصوص إن أنا شغلي بيبقى بره القاهرة، وأكترية شغلي تبقى 12 ساعة، فيا دوبك بروح على النوم بس. يعني حضرتك مش فاضي لابنك، ولا بتقعد معاه، ولا بتسمع مشاكله، ولا تعرف هواياته. إحنا عندنا في المدرسة متابعة البيت تربويا حاجة مهمة جدا. يعني مثلا ابنك يوم ما يعمل مشكله حضرتك ولا هيبقى على بالك، وده هيبقى بسبب اهمالك. انا اسف ابنكم مرفوض. السلام عليكم. حضرتك لا، هو بس مكبر الموضوع شويه. على فكره احنا كل ويك اند بنخرج وبنتفسح وبنسافر وبنروح سينما، وبعدين محمد اكتر حد بيتابع الولد وبيلعب معاه وبيتفرج معاه على كرتون. ده بصي محمد سمع لها حلقه سبونج بوب بتاعت امبارح. صديقي بسيط. مفيش داعي، مفيش داعي. طيب اسمحوا لي اتكلم مع الولد شويه. طبعا يعني حتى حضرتك مكسل تختار اسم للولد ومسميه على اسم والدك، ده حتى اسم اكبر من سنه، وده يعمل له اصلا عقده نفسيه وهتبقى انت السبب فيها. هو حضرتك حاطه نقرك من نقر ليه؟ وانا هحط نقري من نقرك ليه؟
حضرتك لا، حضرتك فاهمه الموضوع غلط. اصل الولد متسمي على رغبه والده محمد، محمد بيحب مامته جدا وما يقدرش يفرض لها اي طلب، علشان كده سمى الولد على اسمه بقى الله يرحمه. انت عارفه ان كده محمد يعتبر بار بوالدته، وده يعني فيما معناه يعني بعد كده هيخلي ابننا ان شاء الله بار بيا انا ووالده. وانت عارفه طبعا ان الجنه تحت اقدام الامهات، ده غير طبعا الاسامي القديمه كلها رجعت موضه زي خديجه وفريده وسليم وادري. ادري tell me what are the points of weakness and the strength in your personality. طب قول لي يا حبيبي ايه هي نقاط القوه والضعف اللي في شخصيتك. انا بحيي حضرتك على السؤال الرائع ده بجد حقيقي، انا ما كنتش الاقي مدرسه احسن من كده تسال ابني الاسئله اللطيفه دي، وبجد بتعلمه ازاي يحط ايده على نقط القوه والضعف اللي في شخصيته. انا بحيي حضرتك. تسقيف. ما فيش داعي. طب قول لي يا ادري how old are you. I'm 5 thank you. فظيع الولد دمه شربات بجد، انت ممكن تقدمه له في مسرح المدرسه هيبقى رهيب. طبعا حبيبي. بتسالك على سنك يا بابا. سنك كم سنه؟ I'm 5 years old. فيري جود يا حبيبي، فيري جود، برافو. طب قول لي يا ادري نفسك في ايه يا حبيبي؟ نفسي اروح البحر، وبابا بيوعدني مش بيوديني وما عدا مع صحابة على طول. مش بقول لحضرتك دمه خفيف كده بيموت في تقمص الشخصيات. على فكرة ده مشهد من مسلسل كوري لسه شايفينه امبارح في السينما. ايوه والله. عسل حبيبي. طب قول لي يا ادري بتتكلم كام لغة يا حبيبي؟ حضرتك بيتكلم كام لغة ايه؟ ده هو يا دوبك بيتكلم عربي بالعافية على كام حرف انجليزي كده، هو من الالعاب اللي هو بيقعد يلعبها. حضرتك احنا من شروط القبول عندنا في المدرسة ان الطفل يكون بيتكلم لغة انجليزية وفرنسية بطلاقة، وحضرتك ماضي على الكلام ده في الابليكيشن بتاع الانترفيو. يا دي ماضي ماضي ماضي، دي في ايه؟ انا اسف ابنكم مرفوض. يلا يا ابني السلام عليكم. حضرتك انا مقدم الولد على كورس انجليزي وفرنسي وكمان كورس اتش ار في الجامعه الامريكيه، وعلى بدايه الدراسه ان شاء الله هيكون معاكي لب 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 كده. هل طيب والله انا مقدره تمسككم بالمدرسه دي لادري، وسعيده بالحماس اللي انا شايفاه في عيونكم، فاقدر اقول لكم ان ادري مقبول معانا في المدرسه. بجد الحمد لله، مبروك يا دودي. طيب بما اننا بقينا اسره واحده وانتوا بقيتوا جزء من اسره المدرسه، فيعني هفتح لكم قلبي واحكي لكم كده شويه حاجات. طبعا. تخيلوا ان المبنى اللي هيبقى فيه الفصل بتاع دودي عليه مشاكل مع الحي ومحتاجين مهندس يعتمدوا، مش عارفين بصراحه نعمل ايه خالص في الموضوع ده. انا ممكن اشوف لكم حد في الحي يخلص لكم الموضوع ده. بقول لحضرتك عايزين مهندس يعتمد الرسومات. يعني هو حضرتك انا مش مال عينك، والخوذه دي مش مال عين حضرتك، والطقم ده كله حضرتك كمان مكسله تفتح الملف وتشوف ان انا مهندس ولا مش مهندس؟ ايه ده فعلا؟ شوف الصدف. يلا كويس برضو. اما حضرتك بقى يا دكتوره، الدكتور بتاع وزاره الصحه مطلع عينينا ومرخم علينا جدا، فلو ممكن بس يعني توصيه صغيره كده علينا بما اننا بقينا اسره واحده. طبعا مفيش مشكله، مفيش اي مشكله والله. قدري نايس تو ميت يو. I'm fine, thank you.